نعمل عندنا بقى الصنف الحلو الجميل قوي يعني والمتكلف قوي للتشيز كيك اللي احنا هنعملها بالبسكوت بتاعنا. طيب عباره عن ايه بقى؟ هننزل مقادير. انا بجيب عنده بسكوت شوكولاته وبسها مع زبده وبعمله ارضيه. تمام، الارضيه دي نركز مع بعض فيها بنعملها ازاي. ادي الفورمه، اللي عنده فورمه التشيز كيك يشتغلها، بس انا بحب اشتغل فيها طول عمري، بحب اشتغل في الاطواق ديت في اي حاجه. يعني انتوا لو تشوفوها ايديا واسناني ورجلي في كل حاجه في الحلويات، انا بحب اشتغل في اطواق. اللي عنده فورمه التشيز كيك يشتغل فيها مفيش مشكله خالص. هحط عندي ستريتش، تمام حلو، واقوم ايه قاطع من هنا واقوم شادد الاسترتش كويس جدا على الطوق من هنا. تمام، وبعد كده يا عم جمال بقوم واخد عندي الفويل، واقوم واخد عندي طبقتين اتنين من الفويل عليها كده، جميل، واقوم واخدها كده واقوم قلبها بقى. وبعد ما بقلبها هبدأ ان انا احكمها كويس، وانا بلفها كده بضغط عليها كده وبلف واضغط، جميل. دي مقاس كامل اللي قدامي ديت، دي مقاس 22 سنتي، الطوق ده او الفورمه دي مقاس 22 سنتي. يلا المقادير قدام حضراتكم اهي، هنكتبها مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. نص كيلو من الجبنه الكريمي الساده، 2 باكو من بسكوت الشوكولاته، ده هيبقى حشو برضو معانا، وعندي كوبايه وربع من السكر البودر، 3 عدد بيض، 2 معلقه كبيره من الدقيق. ركزوا بقى في الدقيق، لان الدقيق ده موضوع تاني في التشيز كيك على فكره، يعني بيسرع في عمليه التسويه. علبه زبادي، كوبايه من كريمه الطهي، نقدر نستخدم مكان كريمه الطهي حاجه، طبعا الزبادي ينفع، الزبادي اللي هو نحط علبه، وفانيليا سايله. تمام، نكمل بقيه المقادير. للارضيه بقى بسكوت شوكولاته ومعلقتين اتنين من الزبده. خلينا اول حاجه، وفي طبعا في ديكورات وبتاع، لكن خلينا في ايه، في الاساس اهم حاجه، الاساسيات ديت مهمه قوي، اللي هو ايه، بسكوت الشوكولاته حضرتك بتجيبيه تحطيه عندك في الكبه، ونبدا نشغل عليه. وبعد ما نعمته كويس جدا ببدا طبعا اعمل له ماده الربط، او الربط اللي هيربط البسكوت نفسه او الطبقه اللي تحت، هي الزبده. فانا الزبده اهيت بسيحها عندي على النار، تعال نحط عندنا بقى الزبده في البسكوت يا حاجه مالك. تمام التمام، هم واخدين عندنا البسكوت اللي احنا عاملينه بالزبده، وبعد كده اهو تقوم رايحين فين؟ جايبين عندي، عايزك تجربي اللي تعملي التشيز كيك في طبق ريك، جربي كيكه الجبنه ديت في الطبق ده، اللي اشترى الطعم يجرب فيه ويشوف هيبقى طالع عامل ازاي. هقوم هاخد عندي شويه بسكويت اهو، حطهم كايه في القاع هنا تحت في الطبق، عارفين طبعا هو طبق بيخش الفرن وطبق محترم جدا، وان شاء الله باذن الله التكوين بتاعه هينزل قريب جدا الصغير، لان في طقم اللي هو 126 قطعه، وفي طقم اللي هو 69، وهو في تكوينات نازله تانية اللي هي 30 و20 قطعه باذن الله. اخد عندي البسكوت واقوم واخد عندي بعد ما الطبقه خلصت كده الاثنين مع بعض، واقوم واخدهم واحطهم عنده في الفريزر لحد ما اعمل الخليط اللي احنا هنحطه على الفورمه ديت. نشوف الخليط، احط عندي الجبنه النص كيلو من الجبنه الكريمي، وبعد كده بقوم حاطط عليها السكر البودر، كله يا باشا مع بعضه، 3 عدد بيض،
شوية فانيليا، وادي الدقيق تعفريه كده اهوت. وعايزك بقى تجربي بقى ايه الموضوع، الدقيق ده حلو قوي. وادي الكريمة الطهي، وقلنا ممكن مكانها زبادي، تزودي زبادي. طيب قلنا بقى الدقيق ده بيعمل ايه بقى، بيساعد على عملية التسوية بتاعة التشيز كيك بسرعة، ما تاخدش معاكي وقت في الفرن، بتخليها تجمد معاكي على طول. هقلب كل ده مع بعضه، بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا بنقلب كده يا استاذ جمالست، هنقوم حاطين عندنا البسكوت الشوكولاته المكعبات، هنقوم حاطينه كده اهوت فين في الخليط نفسه ونقلب. كده عندي الخليط بتاعنا ما شاء الله كله مع بعض قدام حضرتك اهوت، شايف عامل ازاي؟ خليط محترم جدا جدا. وبعد ما خلص تقدري تحطي الجبنه الاول مع السكر بقى وتضربيها كويس، وبعد كده تحط عندك البيض والفانيليا، وبعد كده تحط بقيه المكونات، او تحط كله على بعضه وتضربي طالما المقادير مظبوطه، ما تقلقيش من اي حاجه. هناخد فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله هنطلع عندي الفرن بس على ما تجمد معايا شويه، هنبدا ان احنا نطلعها معانا ونبدا ان احنا نصب عندنا الكيك الفورمه والطبق راك. حلو قوي. ليه بنحط الحاجه ديت طبقه البسكوت ده في الفريزر او الثلاجه؟ عشان لما نيجي نحط الخليط هنا، تمام، لما اجي احط الخليط ده ما يقومش الخليط ضارب في البسكوت يقوم يطلع البسكوت بره او على الكيكه من فوق، لا انا عايز احتفظ بالايه بالطبقه دي تكون تحت. حاولش ان انت تعلي، خليها كده. واخدين طبق راك زي ما اتفقنا، حاطين فيه الايه الخليط ده. بصي بقى انا بعمل الحركه دي على طول، حركه ايه بقى؟ قبل ما ادخل التشيز كيك بقوم واخد شويه خليط كده اهو، عارفين شويه شويه دول اهم، بقوم سايبهم في البوله اهو، حاططهم في بوله صغيره. ليه؟ ساعات واحنا بنضرب التشيز كيك ونحطها في الفرن بتشقق من فوق، ساعات مثلا درجه الحراره بتبقى عاليه، فممكن ايه نلاحظ ان هي ساعات ممكن تفلق كده او تشقق من هنا اهو كده، فتعمل يعني فرق. فبقوم جايب عندي حته العجينه الصغيره ديت، وقبل ما تستوي قبل ما تطلع من الفرن بقوم لحمها بيها، فاهمه ازاي؟ فتخلي بالك من الموضوع ده كويس جدا، يعني سيبي شويه خليط معلقتين اتنين كبار كده ولا حاجه. هنا بقوم جايب الفرن درجه حراره كام؟ 160. ونقوم رايحين يا سعاده الباشا بالميه السخنه كده. وبعد ما بنحط الميه السخنه عايزين الاستند يا استاذه غدا، الاستند الشفاف اهو، نقوم قافلين عليها ونسيبها بقى تكمل تسويه. تقعد معاها قد ايه؟ من ساعه ساعه ونص درجه حراره 160. الفورمه دي بعد ما طلعت، وانا عامل واحده قبل الهواء طبعا، عاملها من امبارح وحاططها في الثلاجه. طيب بتبقى طالعه بالشكل ده، ما تبقاش واخده لون من فوق لان درجه حراره قليله زي ما اتفقنا. انا
يعني ممكن كنت افكها قبل الهوا، لكن انا بحب اعمل كل حاجه قدامكم عشان لما تيجي تعمليها تبقي فاهمه انت بتعملي ازاي. هقوم جايب ورق الزبده حطه هنا كده، وحاطط دي هنا كده. ازاي تفك الفورمه دي؟ ده موضوع على فكره. واقوم شايل دي كده من فوق، واقوم شايل دي كده، وبعد كده اقوم شايل دي كده، تمام. واقوم جايب عندي الدي الاستان. اهم من التصنيع على فكره ازاي انت تطلعي الكيكه عندك من الفورمه، ده مهم اهو، عشان ازاي تطلعيها ما تبقاش مهريه معاكي. بص انا عملت الطبقتين ازاي، انا ممكن اطلع على الهواء اقوم مطلع لك دي على الهواء اقول لك اهي بعد ما طلعت تطلع بالشكل ده، لكن انا بوريك ازاي ان انت تطلعيها نفسها من الفورمه بالشكل اللي انت شايفاه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب عند الاسباتيولا ديت، وبعد كده نقوم جايبين عندنا كريمه، كريمه ميكس لباني على بس الكريم يا اللي شاغل بالي. تعالوا بقى نشوف عندنا اهوت يا عم جمل، تمام. انا عارف طبعا انا بحترمك جدا يا استاذ جمال والله. نقوم واخدين دي عكس التانية، ودي عكسها برضو لحد ما نوصل للآخر. دي كده نقوم جايبينها كده اهو، وتمام التمام. بعد كده بقوم واخد عندي البسكوت، وابدأ اللي انا اقطعه انصاف كده، ونبدأ نحطه بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. اهو حلو، ايوه. مش كفايه كده عم اسلام ولا ايه؟ يا جنى نبدا نجيبه كده اهوت، ونحطه فين؟ على الكريمه. وده الشكل النهائي عندنا للتشيز كيك البسكويت، متغرقه كلها بسكوت من تحت ومن فوق. هنبدا ان شاء الله ان احنا نقطع لكم بيس منها ونوريها لكم ان شاء الله. هقطع لك بيس. بسم الله الرحمن الرحيم. ميه سخنه، وتقيم واخده كده اهوت قطعه، تمام. وش عليا وش عليا.